مساء الخير يا أصدقاء، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى الكريم. تمام، النهاردة زي ما قريت في العنوان كده هنعمل إثبات سحب. هنشوف إثبات سحب بقيمة 44,248 لايت كوين. تمام، الإثبات وصلني امبارح اهوت من الموقع اللي أنا شرحته امبارح، موقع عملة اللايت كوين. كل الروابط والأدوات هسيبها لك في صندوق الوصف أسفل الفيديو. تمام، الموقع بعت لي كام؟ 44,248. تمام، سحبنا امبارح 5 سنت. تمام، ده إثبات السحب. نروح على الموقع، ده الموقع اسمه هارد في. تمام، تريد تسجيل في الموقع، الموقع بيجي لك بالواجهة ديت، تك على سجل الآن. تمام، تاخد اسمك واسم المستخدم الخاص بك وعنوان البريد الإلكتروني، وبتأكد البريد الإلكتروني، وبتضيف كلمة سر، وبتأكد كلمة السر، وبتجيب عنوان اللايت كوين عشان هو بيسحب على اللايت كوين. تمام، بتجيب له عنوان اللايت كوين من محفظة الفلوس باي وبتلزقه هنا. تمام، وبعد كده بتحل الكباتشة ديت وتوافق على الشروط وتسجل دخول. تمام، لو عجبك الفيديو متبخلش علينا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وأهم حاجة اللايك عشان يوصل لكل الناس. تمام، نعمل تسجيل دخول. انا ساحب امبارح كام؟ 5 سنت. تمام، الموقع ضاف لي النهارده كام؟ 10 سنت. تمام، نيجي نعمل سحب. تيجي في خيارات السحب بيكون ضايف لك اللايت كوين، انت بتكون ضايف اللايت كوين. تمام، تسحب عليه. تمام، تيجي هنا عند الانسحاب تعمل ديك كام؟ 10. تمام، وتتك اي طلب. انا عملت طلب هيجيلي كام؟ 92,259. تمام، اتك اي اتك. تمام كده، كده الرصيد ايه؟ الرصيد الصفر في اللايك كوين، تم حفظ طلب السحب بنجاح. تمام، لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا باللايك، اهم حاجة اللايك عشان يوصل لكل الناس، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.